ابلكيشن من الاخر بتجمع كل الفيلم ميكرز او الناس اللي في المجال كله مع بعض. بمعنى ان دلوقتي لو واحد عايز يعمل فيلم مثلا في السعوديه ومحتاج كرو من مصر او من اي بلد عربيه تانية بيجمعهم مع بعض، التالنتس بيتجمعوا بيحطوا البروفايلات بتاعتهم، اللي عندهم مشاريع بيحطوها، شركات الانتاج داخله معانا هتعمل كاستنج من عندنا، هتدور على مشاريع من عندنا. احنا اكتشفنا ان في ناس في مواهب كتيره جدا، مش تمثيل يعني، مواهب تمثيل، اخراج، كتابه، تاليف، في مواهب كتيره جدا ومش عارفين ياخدوا فرصتهم. وفي نفس الوقت الشركات الكبيره لما بتدور على قصص مش بتعرف تلاقي القصص عشان تعملها افلام، مش بتعرف تلاقي الحاجات اللي هي الكويسه، الماتيريال الكويس. فاحنا عايزين نوصل دول بدول. اي شخص عنده الموهبه يقدر بسهوله يسجل اكاونت على الابلكيشن ويعرض موهبته، واكيد ده هيوفر فرص كتير للموهوبين، ويمكن ده اللي حمس كتير من الفنانين للابلكيشن واعتبروه فرصه ما كانتش متوفره ليهم في بدايتهم. لا انا مبسوط جدا ومبسوط من الابلكيشن ده، وانا قلت انه يعني خطوه حلوه جدا لجيل الشباب، لاي حد عنده فكره يدخل على الابلكيشن ده كمخرجه او ممثله او كاتبه. ولا هي خطوة إيجابية جدا. والفكرة مش هتكون مفيدة بس للمبتدئين، لكن كمان الممثلين المحترفين وصناع السينما بكل مجالاتها هيقدروا يستفيدوا جدا من الابليكيشن. وانت بتدوري على شخصيات ممكن جدا ما تلاقيهاش جوه مكاتب الكاستنج، يعني مثلا ساعات كتير جدا في أفلام تبي تدوري على كاركتر معين، على تفصيلة معينة في شخص معين، تقعدي كتير جدا تدوري عليها وفي الآخر ممكن ما تلاقيش اصلا انت بتدوري عليه. لازم يكون في بلاتفورم يعني انا عندي سي في معين او عندي بورتفوليو معين، حد محتاج ممثله بالمواصفات دي، يعني دي منطقه نقدر كلنا نتقابل فيها. هو مش مجرد انت بتخش تعملي ابلكيشن وتحطي اسمك وصورتك خلاص، لا هو هيكونكت ناس ببعض، هيكونكت الناس اللي مش عارفه توصل، هيكونكت الناس اللي عايزه تغير، يعني هيكونكتوهم ببعض بطريقه انا شايفه انها هتبقى مهمه جدا بقول لك الفتره الجايه.